السلام عليكم أخواننا السودانيين القاعدين في مصر. أنت أعرف أنت كمواطن سوداني دخلت مصر دي تهريب لاجي وافد أي إن كان، نعرف إنه البلد دي ما بلدك، أنت دخلت مصر دي تقعد بأدبك، وزي ما بقول المثل يا غريب كن أديب، ما عجبك الوضع أتخارج، لم نمقشك وأتخارج قبيل ما في مصر ماشي جابك بالقوة قال لك لا تدخل مصر، ما تشبك الناس، أنا قاعد بحقي وأنا ما شاحت زول وما في إنسان قاعد يديني حاجة وأنا قاعد بحقي. بلد جزاها الله خير بحقك استقبلتك، الدولة الوحيدة اللي فتحت حدودها على مصراعيها واستقبلت كمية من اللاجئين السودانيين أو المقيمين أو الوافدين، البلد الوحيدة اللي ما عملت لك خيم خطتك فيها، البلد الوحيدة اللي خطتك جوا بطونها قالت لك تعال اقعد زيك وزي مواطن، فما في داعي تقعد تخرف في بلد الناس وتقعد تشتم فيه وتنبزهم. ما عجبك الوضع لملم قشك ولملم شنطك وتخارج سيب لهم بلدهم، لكن كونك انك تقعد في بلد الناس تطلع تقول انا بحقي وانا ما شاحت فيهم زول وما في زول اداني حاجه، لا بحقك في السودان فيه 10 ولايات امنه، ليه ما قعدت فيها؟ انت كان عندك حق ما تقعد في بلدك، اللي بيخليك تجري مصر شنو؟ وتجي كمان الوضع ما عاجبك؟ الوضع ما عاجبك لملم قشك وتخارج، ضايقت الناس في بلدهم مع انه معيشتهم متردية ووضعهم زي الزفت واستقبلوه جزاهم الله خير وحفظ لهم الله امنهم واستقرارهم، فما في داعي انت كمواطن سوداني اقعد بادبك، وزي ما بقول المثل يا قريب كن اديب، واخر شيء نسال الله لنا ولكم الهدايه ونسال الله ان يحقن دماء شبابنا في السودان.